الله، تعالوا بقى نشوف الخطيب عمل ايه مع الناس ونرجع نكمل. مجينا صاحي مش عاجب بنت ما تقربش كده قوي يعني. انت تخرجي جاهز مره. يلا قول. اعرف الاول تسالني ايه بعد ما شفتك؟ مش انا نسيت كل الاسئله. انت انا ايه انت دي؟ انت السبب ملعونه. وجي ما تخافيه، انا كنت فاكر انها كده عشان كيرلي. كل واحد واخد ال 24 يورو بتوعه. انت هتقعد بقى تمثل وليه؟ بصي لو معايا 50 جنيه ابسط نفسي ازاي؟ فول طعمية كبده وسجق اكل يعني. بقولك عايز ابسط، مش عايز يجي لي حموضه. مش هخرج من البيت اصلا يعني. احسن حاجه للدرجه دي؟ لا 50 جنيه مش اي حاجه اصلا يعني. هاكل طبعا. ومش عايزه بقى تتخني والكلام ده لما اقولك؟ لا مش مهم، ادخن مش بس اكل. هتتبسط 50 جنيه ازاي؟ ايه يا ساره في ايه؟ ما تحبطنيش. لا اخرك اخري 50 جنيه تقعد في كافيه ب 50 جنيه ده. طب لو انا معايا 50 جنيه وعايز اتبسط بيها هعمل ايه؟ اديها لي يا جدع. عيب عليك بقى. 50 جنيه ما تعملش حاجه دلوقتي. طبعا شوفين بقى ال 24 بقى والكلام الحلو اللي انت لسه قايله ده دلوقتي. انا معايا 20 جنيه بتبسط. طب لو معاكي مثلا 100 جنيه هتخش بيهم فيلم ولا هتسلفيهم لواحده صاحبتك ولا تتبرعي بيهم؟ فيلم اهو. مش هتسلف واحده صاحبتك؟ ممكن بقى اجيب مثلا اكل القطط بتاع كده. لا دي من واحده صاحبتي محتاجاها. اصيله يا رد. لا صحاب ايه؟ محدش بيدي حد صحاب في اجازه عم الحاج. واحده صاحبتي محتاجاها. الله عليك يا ساره، انت متجوزه؟ لا. طب على انا مبروك علينا كده. مبروك علينا. مفيش حد اصلا بيديني حاجه لما ببقى محتاجها. الله عليك حبيبي. طب ما انا لو قلت لك هخش سينما معايا دلوقتي. مش قوي يعني. طب بتحبي ايه مثلا لو عايز اخرج معاكي دلوقتي؟ ناكل. يلا بينا. لو هي طلبت مني هديها لها. اي حد عامه مش صاحبتي بس. اي حد؟ حتى لو قلت لك مثلا ان انا عايز الجاكيت ده عشان سقعان؟ اتفضل. والله العظيم. والله انا ما بحبش عزومه المراكبيه. وتفضل تفتحي لي السباحه كده وتفضل. لا هقولك. يا نهار اسود. ان شاء الله. الله يحنن عليك. يلوي. دي قلعت. ما ينفعش تجيب بتاعتي عشان سقعان. الكوفيه دي. الكوفيه؟ العطاء برضو يا جماعه، العطاء. ميرسي. شكرا. ايه عايزه حاجه؟ لا شكرا. ماشي ميرسي. من هنا اتفضل. ميرسي ليكي. ميرسي يا حبيبي. نورت حبيبك. ليه بس تعمل فيها كده؟ شفتوا الستات؟ الستات اللي ادت جاكيت الوحيدين اللي قلعوا. شفتي؟ شابوه. تحيه استاذ مصر. والله العظيم. والله العظيم. خلينا